السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس، جعلنا أمة وسطا، جعلنا أمة أخلاقية، أمة تحب الخير للغير وتحب الخير للنفس، جعلنا أمة متراحمة متحابة متعاطفة متآلفة. تلكم هي أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بعث رحمة للعالمين، الذي بعث بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين له من بعده وسلم تسليما كثيرا. أيها الحضور الكرام، الحديث عن التسامح حديث ذو شجون، حديث النفس تحبه والنفس تألفه وتريد الزيادة منه، لأن التسامح يعني أن الإنسان يعيش في سعادة، فما دام متسامحا فهو سعيد، وما دام متسامحا فهو محبوب ومحب، وما دام متسامحا فهو يعيش في ألفة، يعيش مع الناس وكأنه الناس كلهم، ويعيش مع الناس وهو يستشعر أنه مثل ذاك وهذا وتلك وتلكن وغيرهن، يعيش واحدا في أمة وأمة في واحد. هذا هو المتسامح الذي ينبغي أن يكون عائشا بين في مجتمعه، وعائشا في سعادة أبدية ودينية ودنيوية. الحديث عن هذا الباب يتطلب منا من هذا الحسن يتطلب منا أن نبدأ في الموضوع الأول، وهو السماحة. ماذا تعني السماحة؟ إذا أطلقنا هذا اللفظ المحبوب المقرب للقلب، فهو يعني أن الإنسان يعني جواداً يجود بنفسه ويجود لغيره، فمن معانيها السماء، من معانيها الجود، والجود من أقوى وأعظم المكارم الخلقية، فإن الله جواد يحب الجود، فإذا كنت سمحا فمعنى أنك جواد. السماحة تعني أنه سهل، وإذا كنت سهلا فأنت محبوب لله، محبوب للخلق، فإن ذلك الرجل السهل أو ذلك الإنسان السهل هو محبب عند الله وعند الناس. ولذلك هي في الإصلاح السهولة في الأمر وعدم المشاحة فيه. ومنه الحديث رحم الله سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، وهي بهذا المعنى من أصول الإسلام ومبانيه العظام، لأنها تمثل مكارم الأخلاق التي بعث بها من؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، صالح الأخلاق. وكأن المعنى الأخلاق هذه يعني بنية، كل واحد من الأنبياء ووضع لبنة من هذه اللبنات لهذا المبنى العظيم الذي هو الإسلام، وكانت هناك لبنة تنتظر ذلك النبي المبعوث آخر الزمان الخاتم للرسالات، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متمما لمكارم الأخلاق. ومعنى أن الأخلاق
موجودة في الإنسان، غير أنه كان هناك هنات لهذه الأخلاق تخترق من قبل اللا دين لهم، من قبل الوثنية والجاهلية. أما في أصل ديانتها فإنها دين الإسلام، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمم هذه المكارم الخلقية، وهي التي أشار الله عز وجل إليها بقوله إيش؟ فبما رحمة من الله لنت لهم. انظروا كيف آثار السماحة، ولو كنت فظا غليظ القلب، هذا جانب إيش؟ سيء. ما آثار هذا الجانب السيء؟ لانفضوا من حولك. كيف نعالج هذا الانفضاض؟ فاعف عنهم واستغفر لهم وإيش؟ وشاورهم في الأمر. عفو. كان النبي صلى الله عليه وسلم في قمة العفو، وكما سمعنا من سعادة الدكتور حمد حفظه الله كيف كان هذا العفو سجية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان ينتقم لنفسه أبدا، ما كان ينتقم لنفسه. هذا هو العظيم عند ربه، العظيم عند أمته. يأتي إليه الأعرابي ويقول له مر لي من مال الله الذي عندك، فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. الله أكبر، حتى يؤثر في إيش؟ في صفحة عنقه. طيب نعطيك، ولكن يقاد منك يا أعرابي. قال لا، في قلف أكثر من كذا؟ لا، يعني يريد ويسيء ولا يريد أن يقتص منه. قال لا. ولما؟ عدالة. قال لأنك تعفو وتصفح ولا تجازي السيئة بالسيئة. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ويقول له، يقول لعمر اعطه يا عمر. وسيدنا عمر قد كان أراد أن يأخذ الحق منه، فيقول وزده مكان ما روعته. ما هذا؟ هذا هو العفو. فبما رحمة من الله لنت لهم، دين الجانب من النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا نقول هذا؟ لأنه هو أسوتنا، هو مصدر تأسينا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة. مما أين نأخذ هذه الجوانب الخلقية، هذه السماحة؟ ليس أحد من المسلمين إلا وهو ينشد، وهو ينشد اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجده ما شاء الله يريد أن يتأسى به في العبادة، يريد أن يتأسى به في الكرم، يريد أن يتأسى به في كثير من الأشياء، وقد ينسى الجانب الأهم من جوانبه صلى الله عليه وسلم، وهو هذه السماحة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى آثار الضد بالسماحة، وهو الغلو. الغلو جاء الإسلام ومقته، نبذ، منع في جميع الشؤون، حتى مع هؤلاء الذين كانوا قد عرفوا بالغلو. يخاطبهم الله عز وجل، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. مش بحاجة إلى أن تغلوا وتقولون ما تقولون وتفعلون ما تفعلون وتتصرفون ما تصرفون، هذا ليس دينا، هذا ليس دين. ينهاهم الله عز وجل، وهو نهي لهذه الأمة. حينما يقول الله يا أهل الكتاب، فليس مقصودا به أهل الكتاب ونحن في غفلة عن ذلك، لا، كل آية تخاطب أهل الكتاب أو تخاطب عصاة الناس فإنها تشمل كل إنسان، تشمل كل إنسان، لأنها تخاطبه بالوصف. فإذا وجد هذا الوصف فيك أيها المسلم وهو خطاب لك. ولذلك تجيء السنة المطهرة وتبين هذا، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبت شديد
يحمل نفسه، لا أرضا قطع يصل إلى طرفها ولا ظهرا أبقى، الدابة التي يركبها وهو تموت عليه فلا يصل إلى مراده. وهو أيضا يناقض وسطية الإسلام، والإسلام قائم على هذا المبدأ. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ما معنى وسطا؟ خيار، عدول، خيار في أنفسهم، عدول مع غيرهم، أمة وسطا. لم يكن هذا الوصف لأحد من الأمم السابقة إلا لهذه الأمة. وسطية الإسلام في كل شيء، في جميع الأشياء، لا تجد في الإسلام شيئا ينافي هذه الوسطية التي وصف الله عز وجل بها المؤمنين والمسلمين. ومعنى ذلك أنه ليس لديهم إفراط في التعبد والتنسك ولا تساهل فيه. لا تجي تقول إنسان يحافظ على الصلوات، هذا غلو. لا، هذا ليس غلو، هذه الوسطية، تؤدي ما فرض الله عليك وأنت عبد لله. فإن تركت ما فرض الله عليك فلا تقول بأنك بهذا متساهل وأنك متسامح، لا، هذا كلا طرفي قصد الأمور ذميم. نعرق قليلا إلى معاني السماحة في هذه الأشياء، في هذه الأشياء كلها. سماحة في العقيدة، سماحة في العبادات، سماحة في المعاملة، هذه عناصر مختصرة لتناسب المقام، وإلا فالمجال أوسع من ذلك. في العقيدة مثلا، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل العقيدة؟ بكل بساطة، حينما ندرس كتب العقائد يشيب الرأس، لا تكاد تخرج بنتيجة سريعة لما فيها من بحث عميق رصين في مسائل العقائد، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الجارية تلك التي قالت بأنها مؤمن وكانت، أين الله؟ قالت، أشارت إلى نفسها. إذن هي مؤمنة تعرف الله، ليس معناها الجهة، وإنما معنى ذلك أنها تعرف الله فهي مؤمنة. ولما جاء أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وكان قد قتل رجلا متأولا، لما رأى بارقة السيف في رأس على رأسه قال لا إله إلا الله، هذا مقام قتال، ساحة وغى، عرف أسامة أنه إنما فعل ذلك إنما ليقي نفسه، والساحة ساحة نزال. لكن هذا الأمر لم يفوته النبي صلى الله عليه وسلم. أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يا رسول الله إنما قالها متعوذا. قال هلا شققت على قلبه؟ كيف بلا إله إلا الله؟ كيف تأتي بلا إله إلا هذه الكلمة التي هي مفتاح الجنة، التي يريدها كان النبي صلى الله عليه وسلم من أعدائه، ممن لم يؤمنوا بالله فيضمن لهم الجنة. يقول لعمه قل كلمة أحاج لك بها عند ربي لا إله إلا الله، قال إنما قاله متعوذا. قال لا، لم يقبل منه، حتى يتمنى أسامة أن لم يكن قد أسلم قبل ذلك من شدة عتاب النبي صلى الله عليه وسلم، جعل ذلك مؤمنا. هذه سماحة العقيدة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها. وما معنى الناس؟ معنى الناس ليس بالمفهوم الآن الذي فهم غلطا بالعلم، أنا أتيت بهذا الحديث حتى قد لا يشار إلى ذلك، حدث لبس، حدث غلط في هذا المفهوم، وهو مفهوم أن الإسلام جاء بالسيف. لا يا ناس، ويأخذون هذا الحديث، يأخذونه بالمقلوب. الناس تطلق إطلاقات كثيرة، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، من مراد بذلك؟ الناس هنا والناس هنا مختلفان تمام، الناس هنا نعيم بن سعود، والناس هنا قوم مكة والجيش كله. قل أعوذ برب الناس، عموم الناس. الناس هنا مشركي العرب فقط، الذين من شأنهم أن يلتفوا حول هذه الرسالة، النبي صلى الله عليه وسلم
ما كان يقبل منهم إلا أن يدخلوا في الإسلام بخلاف الناس من أهل الكتاب، بخلاف الناس من أهل اليهود، من اليهود بخلاف الناس حتى من المنافقين. لم تشملهم الآية، وإلا كيف طبقها النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ اليهود، عايش اليهود، عايش النصارى، النصارى ينزلون في مجلسه في مسجده، تعامل معهم، يأمر قومه جيشه إذا سافروا إذا خرجوا كيف يتعامل معه الناس. انظروا إلى الفهم السقيم. لو أردنا هذا المعنى الذي يريده الخوارج الآن، البغاة اللي يسمون يعني زورا بأنهم ينتسبون إلى الإسلام ويطبقونه هذا الحديث تطبيقا فاسدا، يناقضون مبدأ الإسلام في هذا المفهوم. فلذلك هذا يتنافى مع أصول الإسلام الذي يقول لا إكراه في الدين، يقول لكم دينكم ولي دين، ويقول وما أرسلنا من رسول إلا ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت، إلى غير ذلك. انظروا كيف كان الإسلام يتعامل مع أهل الكتاب، كيف يعاملهم؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هذا؟ سطية، عدالة، وهم ليسوا على شيء. الله تعالى يقول عنهم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، مع ذلك يتعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب العظيم الذي يتعين على كل أمة أن تعيش هذا الأسلوب مع الناس أجمعين. الحديث عن هذا طويل، لكن ننتقل بعده إلى أسلوب آخر من السماحة، وهي السماحة في العبادات. لماذا خلق الله عز وجل البشرية كلها؟ لسببين، لأمرين، لغايتين. الغاية الأولى معرفة الله عز وجل الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. ليش؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. الكون كله لنعرف الله، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. فإذا وجد الإيمان به جاء دور إيش؟ العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا أنت مخلوق، خلقك الله عز وجل في هذا الكون وسخر لك هذا الكون لتعيش فيه وتعمره وتسعد به وتعيش في رحابته لتؤدي هذه الوظيفة، تعرف الله تبارك وتعالى وتعبده. ومع ذلك تعال، مع أننا لو أن الله عز وجل فرض علينا العبادة بحيث لا نفعل شيئاً غيرها لكان ذلك حقاً. ولذلك كانت أول ما فرضت الصلوات كم فرضت أحبابي؟ 50. يعني لو قسمت 50 على 24 ساعة تكون في كل ساعة مرتين فريضتين وشوية، كان شاقاً عليك وكان ذلك حقاً وعدلاً. لكن رحمة الله عز وجل بك جعلها 5 وجعلها 50، 50 في الأجر وخمسين، 50 في العمل وخمسين في الأجر. ومع ذلك قال الله عز وجل لك لا، فاتقوا الله ما استطعتم، أدها على قدر طاقتك بقدر ما تستطيع، المهم أن لا تتركها. فالعبادات التي هي أساس في 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 عبوديتنا لله تبارك وتعالى جعلها الله عز وجل سهلة ميسرة. ولقد يسرنا القرآن للذكر. فالصلاة قال يعني ايش؟ صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب وأنت على سريري. الطهارة التي قد تكون شاقة قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. جعل الصلاة بين وقتين، بين أول وآخر، حتى لا يترك الناس أعمالهم أشغالهم. لو كان بمجرد أن يؤذن للظهر فترك الناس كلهم أعمالهم لتعطلت مصالح الناس، قال لا، أول وآخر، ففي أي وقت أديتها فأنت قد أديت الفريضة. كذلك الزكاة، مع أن الزكاة المال مال الله والناس مستأمنون فيه، لم يفرضها عليك الله عز وجل أن تعطي مالك كله الناس، قال قليل،
وآتوهم من مال الله، من مال الله الذي آتاكم شيئا نسبة بسيطة، وفي نصاب محدد وفي نسبة محددة. سهالة الصيام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، الشيخ والعاجز ففدية طعام مسكين، الحج من استطاع إليه سبيلا، إلى غير ذلك. يسر في العبادة التي خلقت من أجلها، هذا اليسر يدل على أن هذا الدين هو دين السماحة في جميع أحواله وفي جميع تصرفاته. وننظر إلى الجانب الآخر التي يعيش فيه الإنسان، وهو جانب التعامل. انظروا كيف الإسلام يقوم على هذا المبدأ، مبدأ التعامل على مبدأ السماحة. فإذا خلا التعامل مع الناس عن مبدأ السماحة فسد المجتمع، فسدت أحوال الناس، وعاش الناس في تهارج وتباغض وتقاطع وتدابر كما يحدث في كثير من المجتمعات التي لم تعرف من الإسلام إلا رسمة، وهذا هي غفلة منهم. فانظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لذلك الذي يتسامح في تعامله، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة الرجل الذي أقدم على الله عز وجل ولم يكن عنده من رصيد عمل، إلا أنه كان يأمر فتيانه غلمانه موظفيه، يعني بالمعنى ذا أنه إذا عامل الناس أن يتسامح معه. فقال الله عز وجل نحن أولى بالسماحة منك، فغفر الله تبارك وتعالى. هذه السماحة، السماحة التي يتعين أن تكون السماحة في المعاملات. انظر كيف يقول الله عز وجل لهذا المعسر اللي ما عنده شيء، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أخر لا تدخل السجن كونه أعطيك شيك ما عنده رصيد، على طول تدخله ولا تأتي وتسكر عليه بابه، تخرجه من شقته، تخرجه، هذا ليس من السماحة في شيء. إلى غير ذلك، السماحة مع غير الناس، مع غير المسلمين. كيف عاش الإسلام؟ كنا قبل أيام في مؤتمر حقوق الأقليات غير الإسلام في المجتمع المسلم، وكان الناس من غير المسلمين قد صبوا جام غضبهم على المسلمين لما يعيشه الناس الآن من هذه الفوضى والتهالك، بينما علماء المسلمين كانت كلمتهم واحدة أن الإسلام بريء من هذا، الإسلام لا يعرف هذا. فلماذا هذا الهجوم على الإسلام؟ لأن طائفة من المسلمين لم تتمثل الإسلام فأساءت إلى الإسلام وأساءت إلى المسلمين، فأصبح المسلم متهماً حتى تثبت براءته بفعلهم وسوء تصرفهم، بينما الإسلام هذه معاملاته مع غير المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم ما زال على هذا المبدأ حتى لحق الله، وحتى انتقل إلى الرفيق الأعلى، وهو يوصي بمعاملات غير المسلمين بالإحسان، لأن القصد هو أن نظهر لهم هذه السماحة وهذا المبدأ حتى يعرفوا الله وينقذوا أنفسهم من النار، كما حدث في شرق آسيا. شرق آسيا كيف دخلت الإسلام؟ كيف عرفوا الله؟ كيف أصبحت هذه الدول أكبر عدداً وأكبر دولة في الإسلام؟ إندونيسيا وغيرها دخلت بسماحة الإسلام، بنيل الإسلام، ولم ترق قطرة دم واحدة لما طبقوا الإسلام كما ينبغي بأولئك الدعاة الذين ذهبوا إلى الله عز وجل من السادة الحضارم باسم التجارة التي هي تجارة الدنيا والآخرة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين، يعني الأتباع، الله سيسألك عن ذلك. إلى غير ذلك من هذه الأمور الكثيرة. ولعلي إذا كان بالإمكان أن يكون هذا البحث منوطاً وميسراً لجميع الحاضرين، أختصر بهذا لأن الوقت قد داهمنا، وأشكركم على حسن الاستماع، واعذروني إن كنت قد أطلت، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.